بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا السؤال وردني عبر واتساب. الذي يموت حرقا أو غرقا كيف ينعم بنعيم القبر أو يعذب بعذاب القبر؟ ممكن تفسير وتوضيح. أحبتي في الله، المشكلة أن بعض الناس لم يفهموا أن هذا الجسد الذي هو خلايا وماء وعناصر، بالنتيجة هو عناصر أساسية، هذه العناصر ستتبدد وتتحول إلى تراب. هذا الجسد ليس له قيمة، سواء مات غرقا أو حرقا أو مات على خارج الأرض أو مهما كان، هذا الجسد سيفنى بالنتيجة، لأن الدود سيأكل هذا الجسد. الذي يعذب في القبر هو النفس، إما أن تنعم أو تعذب. وحقيقة أنت الآن أخي الحبيب عندما تتألم، الجلد ليس له إحساس، الخلايا ليس لها إحساس، الإحساس هو للنفس. النفس هي كائن خلقه الله، ركبه في داخلك منذ أن كنت جنينا في بطن أمك، ركبت هذه النفس ونفخت الروح في الجسد، وأنت عمرك 42 يوما في الليلة 42 كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه النفس حقيقة هي التي تعذب أو تنعم الآن في الدنيا، وإلا هذا الجسد ليس له قيمة. الدليل على ذلك أنك عندما تعطي شخص إبرة مخدر مثلا وتقطع، يعني المشرط الطبيب يقطع هذا الجسد والجلد ولا يشعر بشيء، متى يشعر؟ بعد أن يستيقظ وتعود له النفس. ولكن عندما تخدر الدماغ ويفقد الوعي، النفس تغادر الجسد، تعود عندما يستيقظ. كذلك أنت عندما تكون نائم ترى وكأنك تتألم في المنام، حقيقة الجلد لا يتألم، ليس له إحساس الجلد، إنما الإحساس هو للنفس. لذلك سبحانه وتعالى يوم القيامة الجلد يشهد عليك، فالجلد لا يتأثر بالنار ولا يعذب، إنما الذي يعذب هو نفسك أيها الإنسان. العين تشهد، السمع والبصر، الجلد ينطق. وبالتالي يعني خذوا هذه الآية يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أما النفس لا تشهد عليك، النفس هي الأمارة بالسوء، هي التي تعذب وهي التي تلام. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وبالتالي هذا الإنسان مجرد أنه مات أصبح التعامل مع النفس وليس مع الجسد، انتهى، سيتحول إلى تراب. النفس إما أن تنعم في السماء، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ارجعي، تفتح لها أبواب السماء. النفس الخبيثة تغلق أمامها أبواب السماء وتبقى في حالة عذاب وحالة بؤس، وترى مقعدك أيها الكافر من النار كل يوم في الصباح والمساء، وتعذب وتتألم في القبر. المؤمن يتنعم ويرزقه الله ويفرح، هناك حالة فرح، كلها للنفس. يوم القيامة أحبتي في الله تركب النفس مع الجسد، وإذا النفوس زوجت، كل نفس تركب مع جسدها، وبالتالي يكون العذاب أشد وأبقى. لذلك أيها الأحبة يجب أن نميز بين النفس وبين الروح. الروح قضية أخرى ليس لها علاقة بهذا الموضوع. قل الروح من أمر ربي، هي نظام تشغيل طاقة، اعتبرها أي شيء، ولكن ليس لها علاقة بهذه المواضيع. النفس هي المسؤولة عن الذنوب، مسؤولة عن الخير أو الشر، وهي التي ورد ذكرها كثيرا في القرآن. نفس لوامة، لا نفس خبيثة، نفس توسوس، ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن أحبتي في الله، عذاب القبر ثابت
ونعيم القبر الثابت بنصوص القرآن العظيم، ولكن ليس لخلايا الجسد إنما للنفس. وحقيقة النفس هي التي حتى في الدنيا هي التي تنعم أو تعذب، حتى وأنت حي الذي ينعم ويعذب ليس هذا الجلد إنما هو نفسك أيها الإنسان. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.